السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج قوي ومجرب للمسحور اللي معه عارض التقيؤ او يعني يتقيأ او يعني له رغبة في التقيؤ. البرنامج هو استعمال الفلفل الحار مجرب مدة أسبوعين. تشتري كيلو فلفل حار، في الليل تنقع 7 حبات من فلفل الحار في ماء لترين أو كمية الماء اللي أنت تحتاجها أن تشربها خلال يوم كامل. تنقع 7 حبات من فلفل الحار في الماء وتشرب هذا الماء صباحا قبل الأكل وظهرا ومساء مدة أسبوعين. 7 حبات تنقعه في الماء إلى الصباح وتشرب من هذا الماء خلال اليوم بالكامل مدة أسبوعين. هذا لمن عنده مشكلة أو أي نوع من السحر، سحر مأكول، مشروب، سحر الأرحام، سحر داخلي، تستعمل فقط الماء. بارك الله فيك.